نروح معاكم لنادي الزمالك ونبتديها من عند الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك، واللي أعرب في حديث مع الجهاز المعاون ليه عن استيائه الشديد من الخطأ اللي وقع فيه محمد عبد الغني في مباراة الفريق أمام أنبي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري، واللي انتهت بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف. كمان أكد المدير الفني للجهاز المعاون أن اللاعب تسبب في الهدف الثاني لأنبي، وأنه ما تمركز بشكل جيد أثناء الكرة الثابتة لصالح أنبي. استقر أوسوريو على الحديث مع اللاعب في تدريب الفريق غدا والتوضيح للاعب الخطأ اللي وقع فيه وإبلاغه بالتمركز السليم أثناء الكرات العرضية على مرمى الفريق. أما عن عمرو سيسي، فقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك أنه يعفو عن عمرو السيسي لاعب خط وسط الفريق، وده بعد وعد اللاعب لمديره الفني بالالتزام في تدريبات الفريق وتنفيذ تعليماته خلال الفترة المقبلة. أوسوريو كان اشترط على التزام عمرو السيسي في تدريبات الفريق علشان يتم العفو عنه والسماح ليه بالعودة للمشاركة مع الفريق مرة تانية، وجه القرار بسبب انفعال اللاعب في أحد التدريبات ورفضه قرار المدير الفني باحتساب تسلل في التقسيمة، وده اللي خلاه يرفض، واشترط اللاعب ان هو ما كانش بيشارك، وده خلى طبعا ان أوسوريو يكون متضايق، واشترط دلوقتي على عمرو السيسي ان هو يلتزم وانه يوصل لاعلى فورمة ليه في التدريبات علشان يتم العفو عنه ويرجع مرة تانية يشارك في التدريبات.